وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج يوتيوبرز. شو يعني تغيير؟ يلا نشوف شو معلو آي. هيدي مايا دياب بالتسعينيات وقبل التغيير، وهيدي مايا دياب بالألفينات وبعد التغيير. هيك كانت المباريات بالتسعينيات وقبل التغيير. وهيدا نقل المباريات بالألفينات وبعد التغيير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم. في بعض القصص ما بتتغير، مع أنه أكتر شيء بحاجة للتغيير. مهما طال جاي إن شاء الله التغيير، إن شاء الله التغيير. مسروقة ها؟ أكيد مسروقة. مرحبا، أنا لؤي. تغيير شيء ضروري وبساهم تطور الإنسان، وإذا ما ساهم بالتطور بيكون علمنا درس وبينقل الإنسان من حالة لحالة. تغيير ممكن يكون فعل أو تغيير عن حدث متعودين عليه، وممكن يكون رد فعل مثل لما بيتركك حبيبك وبتقرري تصبغي شعرك. الإنسان البدائي وصل التغيير بالغريزة، فلما كان يخلص الكلأ والماء كان يدور على مصادر جديدة للحياة، وهذا الشيء خلاه يكتشف أراضي ومدن جديدة ويتعرف على ناس تانين. ولما حاول يتخبى من المطر فات على مغارة وعمل بيته وبلش يكتب على الحيطان، لما كان عنده ورق مثلي. الإنسان القديم كان مثل مريم نور، نباتي وما بيأكل حيوانات، ولما كان عم يتخانق مع الحيوانات اللي كانوا عم يهاجموه قتلون ووقعوا جوات النار وطلعت ريحة شوي كتير حلوة. فمن وقت أحب الشوي وصار يطلع كل جمعة على الربوة أو بلودان وصار يعمل حفلة شوي للديناصورات. التغيير ممكن يكون سلبي وممكن يكون إيجابي، والتغيير الإيجابي هو اللي بيطور الإنسان وبيحسنه، ونحن بحذروا شو كتير إيجابيين وكتير منحب التغيير. لهيك قررنا نهدي هيدي البلوزة للشخص اللي بيكتب لنا قصة تغيير عمل بحياته وكانت إيجابية، وأكثر شخص بيجي لايكات رح نعطيه هيدي البلوزة وين مكان بسوريا. وطبعاً هيدي البلوزة تقدمت مونولوج. ومن الأمثلة على التغيير الإيجابي هو التغيير اللي غير مجرى البشرية. أيام زمان كانوا يتعاملوا بالذهب وبالفضة وما كان في شيء اسمه مصاري، ولما اخترعوا العملة الورقية هيدا الشيء سارع بتغيير حركة الاقتصاد وتسريعها، وصار التعامل بين البشر أسرع بكتير. وبهيدا الخصوص نحن بسوريا عم نرجع لورا، فإذا رحت عن جاركم الدكنجي بدل ما يرجع لك 25 برجع لك علكة، أو عمو الصيدلاني برجع لك بلاستر بدل ما يرجع لك فراطة. ومن أخطر الحالات بالعالم هو اللا تغيير عند الأشخاص وعند المجتمعات. تخيلوا إنسان واقف بمحله والكون كله عم يدور حوله وعم يتطور وهو ما عم يتحرك. وأكبر مثال على هيدا الشيء هو المؤسسات الحكومية عنا بالبلد. تخيلوا إنه العذاب اللي تعذبتوه لحتى تسجلوا بالجامعة بسبب البيروقراطية ولا مبالاة الموظفين نفسه العذاب اللي تعذبوه آبائكم أو حتى أجدادكم لما سجلوا بنفس الجامعة.